وننتقل إلى زحل لينضم إلينا من هناك مراسل الحدث محمود شكر. محمود أهلا بك معنا. بالتأكيد نسألك عن التطورات الأمنية، ماذا تحمل لدينا من تفاصيل هذه الساعة؟ نعم، وتحديدا من البقاع على الطريقة الدولية في أشتورة، وكان قد عاش البقاع ليلة على وقع الغارات العنيفة التي بدأها الطيران مع ساعات الليل الأولى، وكانت هذه الغارات تختلف عن سابقاتها وتحديدا في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن الغارة التي استهدفت سهل التنين يظهر من خلال الصوت الارتدادي لهذه الغارة التي وصلت على ما يقارب 20 كيلومتر مربع، وأدت بدورها إلى حدوث انفجارات أو حدوث لأصوات أدت إلى انكسار الزجاج في عدد كبير من المنازل وأيضا في البلدات، حتى أن التيار الكهربائي انقطع في بعض القرى المحاذية لهذه البلدة، وأيضا تضررت 3 مستشفيات هي تلشيحة وتمنين ورياق، ولكن الضرر كان محصورا بالنوافذ وأيضا بالأبواب وببعض العدة داخل المستشفيات. السؤال، لماذا كانت هذه الغارة عنيفة؟ برأي مصدر عسكري لبناني إلى أن الصاروخ الذي استعمله الجانب الإسرائيلي هو كان صاروخ كبير جدا، لذلك أحدث نوعا من الهلع والاضطراب والتوتر والذعر عند المواطنين. ولأكن معك موضوعيا إلى أن هذه التوصيفات الأربعة للكلمة تقريبا دخلت عند كل بيت مع الليل في منطقة البقاع، وعليه كانت هذه الغارة في تمنين، ثم تنقل بعد ذلك الطيران باتجاه النبيشيت وأيضا باتجاه سرعين، البلدة التي هي عند مدخل النبيشيت، وأيضا البلدة الثالثة في بريتال. أما الاستهداف الرابع فهو كان عند أوتستراد أبلح رياق في نقطة عند تلاقي للطرق باتجاه أوتستراد بعلبك. وزارة الصحة اللبنانية خلال التحديثات أشارت إلى سقوط 4 جرحى في تمنين، 3 جرحى في بلدة بريتال، وبالإضافة أيضا إلى أنها ذكرت 3 مستشفيات كما أشرت معك هي تلشيحة ومستشفى العبدالله ومستشفى تمنين تضرروا معا من جراء الصوت وعمليات الارتجاج والارتداد لهذه الغارة. بالإضافة أيضا كان ما قبل الليل، بمعنى إلى أنه ليس في وسط الليل، غارات باتجاه العمق وتحديدا عند الأراضي المتداخلة ما بين لبنان وسوريا في حوش السيد علي، بالإضافة أيضا إلى أن جدار الصوت خرق المنطقة وتحديدا مع ساعات الصباح الأولى، وأيضا كان يحلق على مستويات متوسطة ومنخفضة، بالإضافة إلى كثافة من الصباح حتى هذا التوقيت لتحليق للمسير فوق المنطقة. شكرا جزيلا محمود على كل هذه التفصيلات والمعلومات من زحل، مراسل الحدث محمود شكر.